كيف تتعرض نصف مياه العالم للسرقة؟ نشر موقع بيج ثينك دراسة حول نقص المياه في جميع أنحاء العالم للكاتب روبي بيرمان، كشف فيها عن أن ما يصل إلى نصف إمدادات العالم من المياه تتعرض للسرقة. يرصد الكاتب روبي بيرمان المهتم على نحو خاص بحقوق الحيوان والإبداع والسياسة والإسهامات الجديرة بالاهتمام أرقاما جديرة بالتأمل على النحو الآتي: أنه ما بين 30% و50% من مياه العالم تؤخذ بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية. الصناعات الزراعية متورطة في غالبية سرقات المياه. في بعض المناطق تعد سرقة المياه أمرا طبيعيا جدا لدرجة أنه بالكاد يمكن ملاحظته. وفي بداية مقاله يقول الكاتب إن عنوان الدراسة الجديد السرقة الكبرى للمياه وحساب الامتثال يعد عنوانا دراميا على نحو معتمد، ويهدف إلى لفت انتباه الناس في جميع أنحاء العالم إلى مشكلة خطيرة غير ملحوظة إلى حد كبير. المياه التي تعد أحد أهم الموارد التي لا تقدر بثمن تستغل على نحو غير قانوني على نطاق واسع، ولا أحد يفعل شيئا حيال ذلك. ويقدر معدو الدراسة أن ما بين 30% إلى 50% من مياه العالم تتعرض للسرقة. ويتساءل الكاتب قائلا: من الناحية النظرية، من بمقدوره امتلاك المياه؟ إنها تنزل علينا من السماء بفضل الله تعالى، ومع ذلك يشير الواقع العملي إلى أن الماء متوفر دائم على نحو محدود، ونادرا ما يتوفر في كثير من المناطق، وسيؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى تفاقم مثل هذه المشاكل. وتنخرط الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر سيستينابيلتي بتعمق في سرقة المياه حول العالم، وتستطلع الدراسة ما تفعله الحكومات حيال ذلك، وما الذي يمكن فعله لوضع الأمور تحت السيطرة نوعا ما. الماريخوانا، الفراولة والقطن. يشير الكاتب إلى أن الزراعة تستهلك معظم مياه العالم إلى حد كبير، وتحديدا حوالي 70% منها. وللمساعدة في فهم أفضل لجزء من هذه النسبة المئوية التي ربما تكون مرتبطة بسرقة المياه، توفر الدراسة إطارا مفاهيميا ونهجا نموذجيا صمم لتحسين فهم لكل من الحواجز الفردية والمؤسساتية الخاصة بسرقة المياه. ويعتمد الإطار على فحوصات لاستخدامات المياه المتعلقة بثلاثة محاصيل: الماريخوانا في كاليفورنيا، والفراولة في إسبانيا، والقطن في أستراليا. وتشترك الحالات الثلاث في بعض الخصائص المهمة، أنها جميعا صناعات تستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث تكون سرقة المياه أكثر ربحية من الالتزام باللوائح المحلية. كما يشترك المزارعون العاملون في هذه الصناعات في القلق بشأن توافر المياه في المستقبل من الأمطار، وهو الأمر الذي ربما يكون دافعا رئيسيا إلى سرقة المياه. ويتمثل عدم الالتزام باللوائح المحلية في أن بعض المزارعين يتبرمون من القوانين التي يرون أنها غير عادلة، لأنها تقدم حماية البيئة على الاحتياجات الاقتصادية، علاوة على وجود تقصير عام في الاهتمام بحماية المياه بين الجمهور داخل منطقة المزارعين. ما الذي توصي به الدراسة؟ أردف الكاتب أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أنه في حين أن الأفراد والشركات ربما يكونون مسؤولين عن فعل السرقة، تعكس هذه الظاهرة فشلا منهجيا للترتيبات السياسية والقانونية والمؤسسية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، عندما يفشل المنظمون في إدراك قيمة المياه، فإن العقوبات المقررة غير الكافية تزيد من مخاطر السرقة. وتؤكد الدراسة أن الشريك الأساسي في حسم مشكلة سرقة المياه يجب أن يكون هو الجمهور، مع افتراض تحليه بدرجة عالية من الامتثال وتوقع الصدق من جانب جميع أصحاب المصلحة في كل من قطاعي الزراعة والحكومة. إن الكشف العام لعدم الامتثال للوائح المياه يمكن أن يجعل سرقة المياه أمرا أقل قبولا على المستوى المحلي. وفي أستراليا تدخلت منظمات المجتمع المدني للمساعدة مع المزارعين في الدفاع عن البيئة، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك بديل لإمدادات المياه الكافية في المقام الأول، وهي قضية تواجه تحديا في عديد من الأماكن. ووجدت دراسة حديثة من معهد فيرجينيا تيك لإمدادات المياه في الولايات المتحدة أن ما يقرب من سدس أحواض الأنهار الأمريكية
لا يمكنها تلبية متطلبات المجتمع من المياه باستمرار مع توفير المياه الكافية للبيئة في الوقت ذاته، ومن المتوقع أن تتفاقم مشكلة ندرة المياه وتنتشر مع زيادة السكان وتصاعد الطلب على المياه وتغيرات المناخ. ويتطلع معدو دراسة سرقة المياه إلى الحصول على مساعدات تكنولوجية، إذ تصبح المراقبة وأجهزة الاستشعار أكثر قدرة على اكتشاف سرقة المياه عند حدوثها. ومع ذلك فإن اكتشاف السرقة دون وجود قوة محلية قوية للغاية لإنفاذ القانون أمر لا معنى له، وستتطلب الحماية الكافية لإمدادات المياه التي تمتد عبر ولايات قضائية متعددة، تحديد الأولويات وتعاون أقوى بين الحكومات المحلية. وفي ختام مقاله يخلص الكاتب إلى أن الحفاظ على إمدادات المياه المحلية يعد أكثر من مجرد قضية أكاديمية، ففي نهاية المطاف نحن جميعا بحاجة إلى المياه. النقص المستمر في المياه يحدث في جميع القارات، ويتفاقم على نحو متزايد بسبب تغير المناخ. ومن خلال معالجة الدوافع المحتملة للسرقة على نطاق فردي، ربما تمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه بالنسبة لجميع مستخدمي المياه.